الجمع الكريم عمال مصر الأفاضل، برحب بكم ونبدأ فعاليات مؤتمر عمال من أجل مصر بالسلام الجمهوري. والآن مع آيات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ محمد الحديدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. نستأذنكم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.
شكرا. سادة الحضور، هو قامة اقتصادية واستثمارية كبيرة، له العديد من المواقف الوطنية التي لا يزايد عليها. مع كلمة الدكتور حسن راتب فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في حياة الأمم أيام، وفي حياة الشعوب لحظات. تكتر الماضي بعبقه وتستلهم المستقبل باستشرافه، لكن تظل التحديات الصعبة هي اللي بتحدد معدن الشعوب وبتحدد قيمة الأمم. والحقيقة الإنسان يعجب أن الأقدار قد ساقت تحديات عظيمة جدا في هذه المرحلة، تحديات ضخمة جدا لا نستطيع أن نتعامل مع هذه التحديات إلا بعمق. انظروا حجم التحديات التي نواجهها في هذه الأيام، تحديات من الخارج، تحديات من الداخل، تآمروا علينا من هنا وهناك، من المشرق عبر قناة السويس على أرض سيناء، براسن الإرهاب وآفة التطرف تريد أن تقتنص سلام هذه الأمة وأرض هذه الأمة، تحديات من الشمال على البحر بمجرد اكتشافات بترولية جديدة قد تحفز آمال حقيقية في نفوس هذه الأمة التي عانت معاناة اقتصادية شديدة. فتأتي تركيا لكي تدعي حقها في هذه الآبار، لولا أن قيد الله لنا جيشا قويا وقيد لنا زعيما ورئيسا، وهبته الأقدار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة حتى يواجه هذه التحديات. وأنا أعجب لهذا الزعيم رابط الجأش أمام كل التحديات التي يواجهها مع مؤسسات الأمة، وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة القوات المسلحة ومؤسسة الشرطة طبعا، التي أخرجتنا من اللا دولة إلى الدولة مرة أخرى بعد أن عشنا رتحا من الزمان نفقد أهم شيء وهو الأمان والأمن. إلى في قريش، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأزمة اقتصادية أزمة حقيقية، كادت الأمة أن ينهار فيها الاقتصاد، فيأخذ قرارات اقتصادية كلها ضد النواميس، ضد النواميس لأنها تقلل من الشعبية وتفقد الجماهيرية، لكنها الدواء المر الذي ينبغي أن يتجرعه المريض حتى يتماثل للشفاء. انظروا نوع من الإيثار والتضحية وإنكار الذات لكي يعيد صياغة حركة أمة ويعيد كيان شعب لكي يتبوأ مقعده ويتبوأ ماضيه وحاضره لمستقبل يستشرفه في مستقبل، حتى يكون مع الأمم فلا يفقد الحداثة والتحدث ولا يفقد التقدم والتطور. إنه زعيم ورئيس ساقته الأقدار لهذه الأمة وأمام هذه التحديات الصعبة حتى يكون أهل لهذه التحديات. نزلت الأمة
لتفوضه في 30 يونيو. وكان المشوار 4 سنوات، وأنا رجل أزعم أنني رجل اقتصاد، رأيت معدلات أداء ومستوى أداء وتكلفة أداء لا يمكن نراها في سنين سابقة. انظروا العاصمة الجديدة ماذا يحدث فيها؟ إعادة رسم العلاقة المختلة بين المكان والسكان، أمة تعيش في أماكن مكتظة. كيف نحاول أن نرسم استشراف جديد لمستقبل جديد حتى تكون عاصمة جديدة لمصر تضارع الأمم؟ كانت القاهرة في الماضي أهم من باريس وأهم من لندن، أصبحت القاهرة الآن كادت الكثافة السكانية تشيل الحركة ده. فنفكر في إعادة تفريغ من القاهرة إلى مناطق جديدة. انظروا محور قناة السويس الذي نسير عليه الآن. محور قناة السويس ما يطلق عليه في لغة الاقتصاد الميجا بروجيكتس، والميجا بروجيكتس في لغة الاقتصاد هي المشروعات الضخمة التي تنهض بالأمة. وأنا أقول لكم من هنا من بورسعيد، وبورسعيد لها ليس في نفس المصريين بل في نفس الأمة جميعا، لها خواطر وماضي عريق استلهمته هذه الأمة من تاريخها الكفاحي، استلهمته هذه الأمة من التحديات اللي كانت تواجهها كمدينة باسلة، استلهمته هذه الأمة من المواقف حينما كان الفدائيين في بورسعيد استطاعوا أن هم يقضوا على احتلال إنجليزي وفي 56 وبعد ذلك في 67. عانت هذه الأمة معاناة الشعوب المكافحة المناضلة، واليوم يوم العمال، والعمال هم أداة الانتاج في أي تقدم وفي أي تطور. ولذلك من بورسعيد نرسل رسالة لكل عمال مصر، اليوم يومكم واللحظة لحظتكم والكلمة كلمتكم. حينما نجتمع على كلمة سواء لنكمل مسيرة بدأت من 4 سنوات على كل محاور التنمية وعلى كل القطاعات، ساهمت وشاركت في خطوات واسعة بلغة الزمان عشرات السنين وبلغة الأموال. والله لا أعلم كيف تم تدبير هذه الأموال لكل هذه المشروعات. وفي لغة تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، وفي لغة التكافل الاجتماعي، وفي لغة السلام الاجتماعي، نرى عشرات الآلاف من المنازل لكي ننقل سكان العشوائيات إلى مسكن مناسب ومأكل مناسب وحياة كريمة. نعم نكتر دواء صعب في ظروف اقتصادية صعبة، لكننا نستشرف مستقبل عظيم في ظل قيادة رشيدة وهبتها الأقدار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة. ليس علينا الآن جميعا ونحن عمال، وأنا قادم إليكم من مؤتمر اتحاد العمال للعاملين في مجال البترول، كان في استاد كامل أكثر من 10,000 عامل. والله أسلج الصدر وقر العين بعدما رأينا حماس العمال كلهم، لكن الحماس ليس في كلمة تقال، والحماس ليس في عبارة ومفردات لغة تطرح على مسامع وعلى أشناف الأذان، لكن الحقيقة التي ينبغي أن ندركها أن لابد أن يكون ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأنتم محور العمل في هذه الأمة أيها العاملين المخلصين، أنتم محور الأداء الحقيقي. وأرجو أن يحدث هذه الصورة المشرفة التي نراها اليوم في كل هذه المؤتمرات في يوم 26 و27، لأن هذا التحدي الحقيقي أننا ننزل أمام العالم ونؤكد أننا اخترنا قيادة سياسية نلتف حولها. هذه ليست قيادة محلية لمصر فحسب، لكن قيادة وهبها الأقدار لهذه الأمة. نحن أمة تم تشتتها بين مسيحي ومسلم، بين سني وشيعي، بين سلفي وبين هذا وبين ذاك، وكأننا الآن على موائد اللئام، كل يتخبط فينا. نريد من يوحد الأمة ويلملم شملها، نريد من يحاول أن يزيق الفوارق بين الناس. ونحن نثق أن القيادة الرشيدة
للرئيس عبد الفتاح السيسي التي وهبتها الأقدار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة، هي القيادة القادرة على أن تسير بنا لمراحل يعني فيها تقدم وفيها ازدهار، لتعيد مصر سيرتها الأولى التي بدأتها في عبق التاريخ وهي أم الحضارة. نحن نثق تماما أن هذه القيادة الرشيدة هي التي ستمر بنا من الأزمات، ولكن أيضا من حقنا أن نطالب هذه القيادة ونحن نستشرف مستقبل أن نرى حياة كريمة تمارس فيها الديمقراطية وتمارس فيها الحياة في حق الإنسان في مأكل مناسب ومسكن مناسب وزوجة وحياة كريمة. نحن من هنا نثق أن هذا القائد وهذا البطل سيلبي طموح هذه الأمة، لأن طموح هذه الأمة هي طموح هذا الزعيم، ليس طموح هذا الزعيم فحسب، لأنه ابن الجمالية ليعبر عن حالة الشعب. ولذلك حينما نتكلم ونسمع منه نسمع ما مفردات الفطرة، مفردات السليقة، مفردات تجعل الإنسان يشعر بصدق بإخلاص هذا الزعيم. أيها العمال المخلصين، رسالتي من هنا من بورسعيد إلى عمال مصر كلها، نحن أمام تجربة هامة وحاكمة، لابد أن نثبت للعالم أننا لا نؤيد فقط بالشعارات ولكن نؤيد بالعمل، لا نؤيد فقط بهذه المؤتمرات ولكن بمسعانا وممشانا إلى صناديق الانتخابات حتى نضع أصواتنا ونؤكد للعالم أننا على قلب رجل واحد. قبل أن أختم لابد أن أقول وبصوت مرتفع أن بورسعيد أرض طيبة، حقا أرضا طيبة ورب غفور، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور حسن راتب، دقيقة واحدة. حملة عمال من أجل مصر بتكرم حضرتك تكريم بسيط على جهدك في عالم الاستثمار والاقتصاد، فتتفضل. نجدد التحية بهذا الجمع الكبير الذي تنظمه حملة كلنا معاك من أجل مصر تحت عنوان عمال من أجل مصر، والذي يقام في المدينة الباسلة مدينة بورسعيد عاصمة مصر الاقتصادية، التي قال عنها الأديب الإنجليزي روديارد كيبلينج: إذا أردتم ملاقاة شخص ما كثير السفر فهناك مكانان على الأرض يتيحان لكم ذلك، حيث عليكم الجلوس وانتظار وصوله عاجلا أو آجلا في لندن أو بورسعيد، التي تثبت للجميع من حين إلى آخر أنها ستظل إحدى قلاع الصناعة والتجارة في مصر والشرق الأوسط بل في العالم أجمع. واليوم جاء عمالها ليقولوا للعالم نيابة عن عمال مصر أنهم خلف بلدهم ورئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلف بلدهم ورئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية، بل سينادون كل طوائف الشعب المصري في جميع المواقع لحثهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة ليبهروا العالم كعادتهم، ولما لا وهم من عاهدوا أنفسهم ووطنهم ورئيسهم بكل المواثيق والعهود أنهم خلفه وهو من أمامهم قائدا وزعيما للأمة. فكانت رسالتهم واضحة صريحة ومباشرة: سيادة الرئيس، وعدت فصدقت الوعد، وعملت فأحسنت العمل، فلم تدخر جهدا أو عطاء، واجهت والمصريون من حولك قوى الشر والظلام، وحاربت الفساد والهدم، وأعليت من قيم البناء والعمل، نادت مصر فلبيت النداء، واليوم نجدد العهد بك ومعك، فسر على بركة الله، نكمل معا مسيرة العمل والكفاح، فكلنا معاك من أجل مصر.
السادة الحضور، ننادي دائما بتجديد الخطاب الديني والفهم الصحيح للحياة، لنأخذ بأيدي شبابنا نحو حب الوطن والبعد عن التطرف، ولن يتم ذلك إلا من خلال علمائنا الأجلاء. فليتفضل الشيخ صفوت نظير مدير أوقاف بورسعيد لإلقاء كلمته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على جميع الأنبياء والمرسلين الذين اصطفى. الحضور الكريم، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. الله أسأل الذي جمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة والنبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفاء وعرفانا للحضور الكريم وللدنيا بأكملها لما قدم من إنجازات تشهد بها الدنيا بأكملها ويشهد بها القاصي والداني بما قدم في حق مصر والأمة العربية. ولذا يجب علينا جميعا أن نقف من خلفه في كل خطوة يخطوها ونؤيده بكل ما نملك، وذلك كما علمنا الحبيب النبي: كيف نجازي من أسدى إلينا معروفا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فاشكروه حتى تعلموا أنكم كافأتموه. فالشكر الحقيقي أن ينظر العالم بأكمله لنا حينما نقف خلف قيادتنا الرشيدة تأييدا لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذه اللحظة الحاسمة نكتب شهادتنا بأمر الله ومراده لهذه الأرض التي ذكرها الله في القرآن ومهد ثراها لتكون بيدها مقاليد القيادة لا التبعية، بأيدي رجال مخلصين صدقوا ما عهدوا الله عليه. نعم، لم يلتفتوا إلى المعوقين والمعوقات التي تلقى في الطرقات مخافة أن ينطلق بريق النور من خلال أرض مصر، وكما تعودنا في لقاءاتنا حتى نوجز القول: أولا شكر وعرفان، وكما تعلمنا من القرآن وصحيح هدي النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليذكرنا ذلك بالأيام الخوالي التي كنا نبحث عنها، عن الركن الشديد والعيش الرغيد، حيث فقدنا الأمن والأمان والطمأنينة وراحة البال، ولعلنا جميعا عشنا هذه اللحظات القاسية 2011 2012 2013. في هذه اللحظات، ساعة أن غاب عن مصرنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيذت له الدنيا بحذافيرها. الأمن الذي افتقدناه لنجد رجالا صدورهم مفتوحة يحملون لواء الأمن والأمان، قدموا الغالي والنفيس، بذلوا أرواحهم، ضحوا بكل ما يملكون، نعم، من أجل مصرنا وحفاظا على أرواحنا. ومن هنا يقول بطلنا في كلمة خالدة خلدها التاريخ: احنا نروح نموت أحسن ساعة أن وجد خفافيش الظلام تحوم علينا، لنستشعر جميعا أن لنا ظهرا قويا وركنا شديدا. نعم، ختاما نقول للدنيا بأكملها: حفظ الله مصر شعبا وجيشا وشرطة وكل باغ للخير فيها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع كلمة العالم الأزهري دكتور نبيل غنايم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على هذا الحضور الكريم في هذا اليوم الأغر لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسته الثانية، وأنتم بنات مصر، أنتم العاملون بقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة والأخوات، أشعر شخصيا وأظن أنكم تشعرون جميعا، وشعب مصر كله من أقصاه إلى أقصاه يشعر بأننا مدينون دينا كبيرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمنذ 30 يونيو كانت مصر تمضي إلى مجهول خطير وضياع عظيم لا يعلم مداه إلا الله. فإذا بذلك الرجل عبد الفتاح السيسي يسوقه الله تعالى ويقيده لحماية مصر ولبناء مصر وللدفاع عن مصر ولإنقاذها من هذا المجهول الخطير. بحمد الله تعالى وتوفيقه أصبحنا كلنا، أصبحت مصر كلها تعيش في أمن وأمان كبير مع ما يحدث في سيناء، وإن شاء الله الدائرة على جميع الإرهابيين قادمة بإذن الله تعالى. فمصر كنانة الله في أرضه ولن يضيعها أبدا. أيها الإخوة والأخوات، أيضا بعد أن قيض الله تعالى لنا ذلك الرجل أصبحنا مدينين له بعد الله تبارك وتعالى بتلك الإنجازات الكثيرة القومية الرائعة المرتبطة بمواعيد معينة وأرقام فلكية تم إنجازها في بضع سنوات لم تكن لتنجز في عشرات السنوات في الماضي أو في الحاضر على غير يد ذلك الرجل العظيم. وكلكم يعرف هذه الإنجازات دون حصر ودون عد، والقافلة تسير والحضارة والبناء مستمر إن شاء الله. لذلك فقد جاء يوم الوفاء، الوفاء بسداد الدين، نريد أن نؤدي ما علينا لذلك الرئيس العظيم السيد عبد الفتاح السيسي. الأداء والوفاء واجب شرعي، ولذلك علينا أن نسعى جميعا، كل واحد يأخذ أسرته وأرحامه وجيرانه وأقاربه إلى صناديق الانتخاب لنبين للعالم أننا وراء ذلك الرجل، وراء البناء
وراء الحضارة، وراء النهضة، وراء مصر. فالرجل لا ينفصل عن مصر، ومصر لا تنفصل عن ذلك الرجل العظيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نشهد الله تبارك وتعالى أننا وراء هذا الرجل، وإلى صناديق الاقتراع إن شاء الله لنعلم على النجمة من أجل مصر ومن أجلنا ومن أجل أبنائنا وأحفادنا. والله الهادي إلى سواء السبيل. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة القس سموائيل موسى سكرتير مطرانيد بورسعيد نيابة عن نيافة الأنبا تادروس مطران بورسعيد، فليتفضل. السادة الحضور، نحن اليوم موجودين معا لكي نعطي رسالة وفاء وعرفان بالجميل لهذا الرجل. يكفي أن ننظر إلى العراق، يكفي أن ننظر إلى سوريا، يكفي أن ننظر إلى ليبيا لنعرف كم فعل هذا الرجل معنا. وجودنا اليوم لكي نقول له مهما شكرناك لن يوفيك أجرك، لأنك فعلا حميت بيوتنا، حميت أعراضنا، حميت وجودنا في هذا المكان. يكفي أننا لنا بيت اليوم، يكفي أننا لنا قوت نستطيع أن بالرغم من دعاوى الكثيرة التي تقوم ضد هذا الرجل، ولكن نحن نشعر أننا نقدم عرفان بالجميل لوجودنا. هذا الوجود عرفان بالجميل. ثانيا، نحن نقدم رسالة حب لهذا الرجل، لأن هذا الرجل أحب مصر وأحبنا، فلذلك نحن نبادله حبا بحب. هذا الرجل في يوم 30 يونيو كان يضع حياته في كفة ومصر في كفة، ولكنه اختار مصر. كان يمكن أن تكون نهايته في ذلك اليوم. لذلك احنا ما بنروح لصناديق الانتخاب، احنا مش بنروح علشان اي حاجة الا لاجل مصلحتنا احنا. احنا المستفيدين بوجود هذا الرجل معنا. حقا ان هذا الرجل هو هدية من الله لمصر، هو هدية من الله لعمار مصر، هو هدية من الله لرخاء مصر. لذلك نرجو من الكل أن يذهب إلى صناديق الاقتراع، لأن زي ما قلت لكم إحنا وجودنا في صناديق الاقتراع ده لمصلحتنا إحنا، مش لمصلحة حد تاني. عرفانا بالجميل ورسالة حب ليه، بنقول له إحنا بنحبك، إحنا بنحبك يا ريس، إحنا وراك، إحنا دايما شاكرين لك عملك بالرغم من كل دعاوى الشر وكل التشكيك فيك، لكننا نقدم لك رسالة حب لأننا نعرف كم فعلت من أجلنا.
مش هتكلم عن المشاريع الكتير، لكن نقول له احنا معاك لكي نكمل عملية البناء، احنا معاك علشان رخاء مصر، علشان مصر تكون قد الدنيا وتكون مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الآن مع كلمة المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، وبرحب طبعا بالسادة الحضور، وبخص بالذكر أبنائي العمال، عمال بورسعيد اللي بنتشرف بيهم، اللي بيمثلوا عمال مصر في اللقاء ده. وطبعا أنا من حسن حظي ان انا كلمتي جت بعد السادة اللي سبقوني المفوهين في الكلام، وبشكرهم على اللي قدموه. انا باختصار يعني مشاركة في مناسبات انا مش بعزف عنها بقدر الامكان، بس دي مناسبة بتفرض عليا وعلينا ان احنا لازم نشارك فيها. بامانة انا بقدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير كبير قوي. انا عايز اقول حاجه بسيطه بس، وبخص بالذكر برضو ابنائي اللي هم الشباب اللي هم العمال، لان دايما القلق موجود في الفئه دي، في الجيل ده. الجيل ده انا عايز اقول له حاجه، احنا جيل اللي سبقناكم، اللي كنا قبلكم يعني ب 25 سنه ولا كمان اكتر، الجيل اللي احنا هاجرنا وسبنا بلدنا ورحنا عشنا في بلاد تانية، وربنا عالم اهلنا تحملوا قد ايه واحنا تحملنا قد ايه في الظروف دي. ما كناش بنتكلم، ما كناش بنشتكي، كنا راضيين، راضيين بكل حاجه. وفتره صعبه قوي عدت علينا، اصعب من الفترات اللي جت بعد كده، وتحملناها وربنا وفقنا ونصرنا ورجعنا تاني بورسعيد اللي هي بلدنا. فاعرفوا مش انتوا بس اللي بتعانوا، انا مراعي قوي وعارف قوي ان انتوا بتعانوا قوي، والحقيقة صعبة عليكم قوي وقلقانين من المستقبل. بس أنا بطمنكم في حاجة، بإذن الله اللي جاي بشايره أفضل وأحسن. اللي تم في خلال الفترة الوجيزة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بأمانة يعني لا يمكن واحد فينا كان يتوقع إن ده يتم. بيشتغل في ظروف وبينمي في ظروف غير طبيعية، أعداء من الداخل وأعداء من الخارج متربصين ليه وللبلد. هو رغم كده بيشتغل وبازل مجهود وبيواصل الليل بالنهار، وطبعا هو زي والد ليكم، لازم تكونوا بتقدروا ده كويس قوي. ما نغفلش اللي بيتم، لأن دي أمانة. أقل واجب هنقدمه في الفترة دي إن احنا هنروح نقول له احنا معاك ومأيدينك، وعارفين بإذن الله اللي جاي هيكون أحسن. صدقوني البشاير باينة. خلي بالكم الرئيس غامر بشعبيته بقرارات صعبة جدا علشان يحط مصر على الطريق الصحيح، وعشان يمشي في التنمية لمصر بالطريق الصحيح، وللأسف ما كانتش تيجي قلب كده. حاجات غلط، تعويم الجنيه واللي اتأثر بيه والكلام ده كله، كل ده احنا كلام عارفينه وانتوا عارفينه كويس جدا. بس كلام لو ما تمش كان ممكن يقضي فترته اللي هو موجود فيها ويريح الناس، وفي الاخر مش باصص للمستقبل ومش باصص للعواقب اللي ممكن تكون للاجيال اللي بعد كده اللي هتستلم منكم بقى ان شاء الله. انا بطمنكم يا جماعه والله، انتوا ولادنا واحنا خايفين عليكم قوي، ونتمنى ان احنا نقدم لكم كل اللي نقدر عليه عشان نساعدكم ونراضيكم، ومش هنتاخر عنكم في اي حاجه احنا هنكون قادرين عليها ان احنا ايه ننفذها لكم. بس لازم نعرف مستقبلنا، لازم يكون ان احنا نساعد وندعم الايد اللي ممدوده عشان تحميكم وتحمي مصر. وعلى
رأسها طبعا اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيش مصر وشرطة مصر، اللي احنا في فترة لما افتقدنا الامن في بلادنا كنا قلقانين واحنا في بيوتنا، كنا قلقانين واحنا عابدين في بيوتنا مش عارفين ايه اللي هيحصل وايه اللي ممكن يحصل لنا. دلوقتي الامن رجع تاني، دلوقتي الامان رجع تاني، فلازم نحافظ عليه ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يوفقكم. كل اللي طالبينه طبعا ان احنا رد جميل مش هيتم الا ان احنا نذهب لصناديق الاقتراع ونقول احنا معاكم من ايدك، لان المتربصين في مصر بيتمنوا انهم يظهروا ارقام وبيانات بتدل على ان المساندة الشعبية مش كافية. احنا لا طبعا، احنا لازم نكذب الكلام ده اللي بتقال، وواثق فيكم وربنا يوفقكم ان شاء الله، وبشكركم ونلقاكم على خير. متشكر قوي. المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمري بورسعيد نيابة عن حملة عمال من أجل مصر، بتكرم حضرتك يا فندم لجهدك الكبير في عالم الاقتصاد وبورسعيد. أنا بهدي التكريم ده للعمال اللي حاضرين عن بورسعيد وعن عمال مصر كلهم، والله هم المفروض اللي يكرموا. شكرا. والآن مع المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد، فليتفضل لإلقاء كلمته. السلام عليكم. أنا برحب بكم كلكم، وأنا سعيد جدا بشوف أبنائي وأخواتي العمال، والحقيقة أنتم مستقبل مصر ومجهودكم الكبير اللي خلى بورسعيد دلوقتي بقت من أكبر البلاد الصناعية، ومنتجاتكم الحمد لله دلوقتي موجودة في العالم كله، ميد ان ايجيبت وبورسعيد. انا برحب بيكم وعايز اقول لكم تردوا الواجب فعلا للبلد، انكم تروحوا، عايزين ساعة بس من كل واحد ان هو يروح صندوق الانتخاب يقول رأيه. احنا انا مش هشرح الرئيس السيسي عمل ايه بالظبط، انتوا عارفين كل حاجة، بس مطلوب منكم انه تدوا صورة للعالم ان مصر كلها وشعب مصر كله واقف ورا الرئيس بتاعه ورا دولته. الواجب اللي انتوا هتقدوه بتقدوه للدولة نفسها مش للرئيس السيسي نفسه. يعني قارنوا نفسكم بأخوكوا اللي في سيناء بيموت بيقدم حياته عشان يدافع عنكم كلكم. مطلوب منكم بس ساعة تروح لصندوق الاقتراع وتقول رأيك. تذكر ان فعلا اللي حصل، الفوضى اللي حصلت، احنا كنا مش عارفين نمشي في بلدنا هنا، وسبناها وكنا بنفكر كلنا نهاجر بره. يكفي ان الراجل ده رجع لنا الامان. والحاجه المهمه جدا عايز بس كل الناس تفتكرها حاجه بسيطه قوي، علاج فيروس سي. كلنا في مصر كان ما فيش حد فينا في الاسره الا كل الناس كلها بتموت، كنا بنشوفهم بيموتوا. الراجل الحمد لله خلال سنه او سنه ونص قضى على هذا الموضوع، وفعلا ومجاني تقريبا. يعني مش هقول لكم على انجازات الرئيس السيسي، انتوا كلكم عارفينها، وكل اللي اتكلموا قبلي شرحوها كلها. بطلب منكم بس ساعه، كله لازم يروح صندوق الاقتراع ويقول رايه. وانا بشكركم، ويعني ان شاء الله مصر ان شاء الله هتقدم بيكم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد، ده إهداء وتكريم من حملة عمال من أجل مصر. ألف شكر. أنا بشكرك. جميعنا نسعى لوطن مستقر آمن، ولدولات مدنيات حديثة، ومجتمع متطور نمضي به نحو المستقبل الأفضل بخطى مطمئنة نواصل بها مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
واعين لاحتياجات مجتمعنا واولوياته، منحازين ليس لفئه او نخبه ايا كانت، ولكن للمواطن العادي ومشاكله وتطلعاته. ياتي مؤتمرنا اليوم في توقيت مهم ما بين مرحله تجاوزناها ومرحله مقبلين عليها. نمضي في طريقنا برؤيه واضحه، نعلم هدفنا ووجهتنا. ناتي بعمالنا وعاملاتنا ابناء هذا الوطن وسواعده، والذين سيظلون دائما في طليعه حركتنا نحو الحاضر والمستقبل الافضل. اننا مقبلون على هذه المرحله بثقه وعزم وامل بعد ان وضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح. نمضي خطوات جديده تحقق اعلى المعدلات الانتاجيه والصادرات ومعدلات اعلى من الاستثمار والنمو والتشغيل، تنتج المزيد من فرص العمل وتفتح ابواب الرزق للمصريين وترتقي باوضاع العمال ومعيشتهم. عمال مصر الكرام، ان ما شهده قطاع الصناعه من تغير وتطور هو جزء مما شهدته مصر الدوله والاقتصاد والمجتمع. انتقلت بنا من معطيات الماضي الى متطلبات العصر الحديث، فصارت لدينا مدن صناعيه متطوره قامت بايديكم وعلى اكتافكم، تاخذ باحدث تقنيات العصر وتنتج فرص العمل وتمتلك القدره على المنافسه في السوق المصري والاسواق العالميه. ولي مؤجد نفسي شأني شأن المصريين جميعا، أقوى عزما وأشد تصميما على ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء. لا بديل لنا عن المضي إلى الأمام، واثقين في قيادتنا الحكيمة صاحبة هذه الرؤية وصاحبة هذا الإنجاز غير مسبوق، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يبني وطن ويتطلع لمصر الحديثة القوية بخطوات سريعة أذهلت العالم كله، محافظا على أمن وسلامة هذا الوطن بفضل رجال شرطتنا البواسل ورجال القوات المسلحة المصرية، وهم يخوضون أشرس المعارك مع الإرهاب الأسود مقدمين أرواحهم فداء لهذا الوطن ولهذا الشعب. نقولها جميعا في وقت رد الجميل، رسالة واضحة من أرض بورسعيد ومن عمالها، عمال من أجل مصر، نقول كلنا معاك من أجل مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا الأستاذ أحمد أبو المجد. فليتفضل الشاب المصري ياسين الزغبي. مساء الخير. الأول أنا ياسين الزغبي، أنا عندي 19 سنة، وكانت حصلت لي حادثة وأنا شاب، وأنا طفل، وأنا في ستة ابتدائي، وقطعت لي رجلي. بعد الحادثة دي قعدت فترة صعبة، قعدت فترة في البيت، قعدت كانوا حوالي 3 سنين، لحد ما بعدها ابتديت اركب عجل، ابتديت اركب عجل مسافات طويلة، وبعدها لقيت ان انا بركب عجل والناس بتسمع عني وبتقرا عني، فقررت ان انا ابتدي اركب عجل لمصر. ولفيت محافظات بحري، 5 محافظات، وكنت بلم جوابات من الناس، كنت بلم شكاوي وطلبات واي حد عايز يقول اي حاجه لمصر، وخدتها على عجله وعرفت اوصل لمؤتمر الشباب وادي الجوابات دي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده كان يعني هو في الاول كان عشان يديني انا امل، عشان اتاكد ان مصر لسه فيها خير، وان هو برغم كل الصعوبات اللي بتحصل وكل الصعوبات اللي احنا بنواجهها وكل الصعوبات اللي المصري العادي البسيط بيشوفها، فهو لسه مصر والحكومه والدوله والسيد الرئيس بيبص على كل الناس، على كل الناس اللي في كل المستويات اللي في مصر. ده باختصار انا.
ليه انا جيت بورسعيد؟ لان انا دي حاجة مش ناس كتير تعرفها، بس انا اساسا من بورسعيد. والدي وعمي وجدتي مشوا من بورسعيد في 69 وقت العدوان، وجدي فضل. جدي فضل لان هو كان بيحارب وكان بيناضل. جدي كان ماسك يعني البوسطة في بورفؤاد وممشيش، وقعد في بورسعيد ولحد ما اتاخد في الأسر في سينا. وأنا أول جيل من عيلة الزغبي يتولد في القاهرة، فده ليه بورسعيد؟ لأن بورسعيد بلدي. بورسعيد هي المينا، بورسعيد هي يعني المدينة الصناعية الأولى والأهم من رأيي ومن رأي ناس كتير جدا في مصر. بس أنا الحاجات دي تعنيني مش اللي أنا بعمله، تعنيني المجرد أن أنا بعتبر نفسي لسه من أبناء بورسعيد. يعني أنا متولدتش هنا، بس أنا من بورسعيد، وبورسعيد بلدي وهي مدينتي. حاجات حصلت في بورسعيد زي حقل زهر. حقل زهر ده يعني ببساطة هيوفر علينا أكتر من 2.5 مليار دولار في السنة. زي قناة السويس والتفريعة، زي الأنفاق اللي بتحصل تحتها عشان توصل بورسعيد بسينا. ودي كلها حاجات بتعني حاجة واحدة، إن بورسعيد بتتحول بالراحة لمدينة صناعية، مدينة صناعية أساسية واستراتيجية، لأن هي مش بس هيبقى فيها المصانع والمدن الصناعية، هيبقى فيها كمان المواني، هيبقى فيها الطرق والبنية التحتية. وفي الآخر دي كلها مشاريع يعني لمصر والبورسعيد. اللي هيشتغل فيها هيشتغل فيها مصريين، واللي ما تكون في بورسعيد المشاريع دي هتشتغل في بورسعيد، والشباب اللي هيشتغل فيها هيكون شباب من بورسعيد. فعشان كده احنا لازم ننزل وننتخب علشان المشاريع دي تكمل. المشاريع دي يعني هي احسن من متوقعنا. بعد ما كانت متوقعه 58 مصنع، بقوا 118 مصنع في بورسعيد اتفتحوا واشتغلوا. ولذلك عشان كده احنا لازم ننتخب، عشان كده لازم ننزل الانتخابات، وعلشان كده احنا لازم يعني نقول اصواتنا ونصوت، وعشان مصر، وعشان مصر، وعشان الرئيس، وعلشان تحيا مصر. شكرا.